رحمة الله. الوحدة الأولى في كتاب نو هيدواي بلس بيجينر بعنوان Hello. طبعا الناحية القواعدية اللي في هذه الوحدة هي verb to be، فعل الكون في اللغة الإنجليزية، وفي حالة الحاضر هذا الفعل يكون له ثلاث أشكال am, is, are. طبعا نختار الشكل المناسب بناء على الفاعل الموجود في الجملة. فإذا كان الفاعل هو الفاعل I يتحول الفعل be إلى am, I am. إذا كان الفاعل he, she, it يكون الفعل is. وإذا كان الفاعل we, you, they يكون الفعل be, are. أمثلة: I am John, he is Michael, she is Sarah, they are students, we are teachers. Hello. عندما نقابل شخص عادة نسلم عليه، طبعا في اللغة الإنجليزية كما في اللغة العربية هناك أساليب كثيرة للسلام. في هذا المثال عندما نقابل شخص المرة الأولى بإمكاننا أن نسأله عن اسمه باستخدام صيغة What's your name? What is your name? طبعا الشخص يمكن أن يجيب على سبيل المثال My name is Patrick، بحيث أنه استخدم كلمة name وكلمة is بشكل كامل، أو بإمكانه أن يختصر كلمة is مع name وتصبح My name's Patrick. Hello, Sarah, this is John. John, this is Sarah. هذه الحالة عندما نريد أن نقدم شخص لشخص آخر. فعلى سبيل المثال أنا معي شخص اسمه جون وأشاهد شخص آخر باسم سارة، فأنا أريد أن أعرف سارة على جون فأستخدم هذه الصيغة Hello Sarah, this is John, John, this is Sarah. التحيات، طبعا التحيات تختلف في حسب اختلاف الموعد في خلال النهار. فعندنا مثلا في الصباح نستخدم Good morning, good afternoon هي من بعد فترة الظهر، يعني مثلا من الساعة 1 نستخدم عبارة good afternoon. good evening مساء الخير تستخدم عند وقت المغرب على سبيل المثال، و good night ليلة طيبة هي بتكون في آخر اليوم. plurals الجمع. الجمع في اللغة الإنجليزية عملية سهلة جدا، وهي تكون بإضافة حرف الجمع s للكلمة المفردة. فإذا كان الاسم المفرد عندنا singular noun هو a cat قطة، a dog كلب، كلب واحد أو قطة واحدة، فالجمع يكون باستخدام s فتصبح cats. لاحظ أننا ما استخدمنا a و dogs، ما استخدمنا a cats dogs. استخدام الأرقام في الوحدة الأولى، الأرقام المذكورة في الوحدة الأولى هي الأرقام من 1 إلى 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. أمثلة على الأرقام هذه 1 apple, 2 cars, 3 students, 4 teachers, 5 women, 6 children, 7 cameras, 8 sandwiches, 9 computers, 10 photos. شكرا لاستماعكم وحظا طيبا.